رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وشيخنا وعلمائنا وسائر المسلمين. ادخلنا وادخلهم في كل الامور مدخل صدق واخرجنا واخرجهم من كل الامور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا ونصيرا. اكفنا واكفهم ما اهمنا واهمهم من امور دنيانا واخرانا يا رب العالمين. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومردا غير محزن ولا فاضح يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومنشأ المولود سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة ببخارى والمتوفى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة في مدينة خرطن بجوار بخارى وهي تابعة لجمهورية أوزبكستان حاليا رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين امين. وما زلنا في الابواب المتعلقه بكتاب الطلاق، وكنا قبل الاجازه بدانا في كتاب في باب الاشاره في الطلاق والامور، يعني هل الإشارة يتم بها الطلاق أو لا يتم الطلاق بالإشارة؟ احنا قلنا الطلاق يتم بالقول. طب هل يتم بالإشارة؟ وهل يتم بالكتاب؟ كل دي المواضيع دي يبحث فيها الإمام البخاري. وقلنا أن الأخرس يتم طلاقه بالإشارة المفهمة. الإشارة المفهمة يتم بها الطلاق، ويتم بها أيضا حتى اللعان، ويتم بها العتاق، ويتم بها سائر العقود طالما إشارة مفهمة. والكتابة يتم بها الطلاق إن كانت مصحوبة بالإرادة، يعني بقصد الطلاق. لكن افرض واحد بيكتب قصة وبيذكر في القصة دي إيه بطل القصة، بيقول لزوجتي أنت طالق، وهو بيكتب أنت طالق، ده اللي يقصد بيه طلاق زوجتي، ده بيحكي. يبقى الكتابة ينظر إذا كان كتبها ويقصد بها إيقاع الطلاق يقع. زي يبعت لها أنت طالق مسج في التليفون مثلا، هل يقع ولا لا؟ إن قصد فعلا الطلاق وهو اللي أرسلها بالفعل يقع الطلاق. يعني أي وسيلة من وسائل الإعلام يتم بها الطلاق. وكنا قرأنا جزء من هذا الحديث، نقرأ من أول الباب ثم نبدأ من حيث وقف. باب الإشارة في الطلاق والأمور، والأمور يعني وغيرها من الأمور الشرعية، يعني في أمور كثيرة شرعية أخرى. يعني لو قال لزوجته مثلا أنت طالق وأشار باثنين يبقى طالق مرتين، أنت طالق وأشار ثلاثة تقع الثلاثة. طالما ايه اشاره يعني مفهمه. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعذب الله بدمع لا يعذب الله بدمع العين، اي بسبب البكاء. لا يعذب الله بدمع العين يعني بسبب البكاء عند حدوث المصيبه، لان البكاء ليس معناه عدم الرضا عن قضاء الله. البكاء ليس معناه عدم الرضا، لأن عدم الرضا عن قضاء الله دي معصية قد يعاقب الله عليه. فالإنسان ممكن يحصل له موقف يبكي وتدمع عينه، هل البكاء دليل على عدم الرضا ولا ليس دليل على عدم الرضا؟
فهمت ازاي؟ ليس دليل على البغيضة ولكن دليل على الضعف البشري. الانسان مش متحمل الموقف فبكى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله. وبالتالي لا يعذب الله بدمع العين، يعني بسبب دموع العين، البكاء حزنا او شيء، ولكن يعذب بهذا. واشار الى لسانه، يعذب به وجابه في الاشاره. يبقى النبي استعمل الاشاره في البلاغ لامته، يبقى الاشاره ايضا من ضمن وسائل الاعلام، بدليل النبي استعملها في ابلاغ امته. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي استعمل الاشاره مع القول، فدل على ان الاشاره ايضا من وسائل البلاغ. فهمت؟ واشار الى لسانه، يعني ايه؟ يعني يعذب بقول اللسان وليس بدم العين. وقال كعب بن مالك اشار النبي صلى الله عليه وسلم الي، اي خذ النصف. والحديث ده احنا كنا قريناه قبل كده، لما كان عبد الله بن حضرت استلف من ابي بن كعب، من كعب بن مالك، استلف من كعب بن مالك مالا، وجاء وقت اداء الدين فقابله في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجرته يسمع الحوار. فعبد الله بن حضرت احضر جزء من المبلغ وليس كل المبلغ، فابتدى يتعالى الصوت مع بعض. يعني كعب بن مالك عايز ياخد ايه؟ المبلغ كله. وعبد الله بن حضرت ما قدرش يجيب كل المبلغ، جايب له شويه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ايه؟ رفع الستار ونظر اليهم واشار ايه؟ بالنصف. يعني خد نص المبلغ وتصدق عليه من نصف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا برضه استعمل الاشاره. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلي، أي خذ النصف، يعني واترك معك. لأن احنا عارفين إن المعسر علاقتك بيه لما يكون معسر إيه؟ واجب إنك أنت تنظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والأمر للوجوب، صح؟ ولكن في أمر تاني يستحب، مش واجب بقى، يستحب. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني يستحب لك إنك أنت تبريه بالكلية. لو وجدته معسر وجاء الوقت وانت ربنا غنيك، يبقى الاحسن تقول له ايه؟ خلاص ابريتك، مش عايز منك، ربنا يوسع عليك. والسنه دي افضل من الايه؟ من الواجب اللي هو انذار المعسر. والغالب الواجب بيبقى افضل من السنه ب70 درجه، لكن في بعض المواضع السنه تسبق الواجب في الاجر. طيب، وعشان كده قال ايه؟ وان تصدق، قد تتصدق بالمال كله فتبريه، وقد تتصدق بجزء من المال. سلفته 10,000 جنيه مثلا، جاب لك 6,000، بتقول له خلاص يا سيدي ده اللي تيسر، خلاص قبل، وانا مسامحك الاربعه الباقيين. يبقى كده انت تصدقت بجزء وخدت جزء. فاهم؟ او تتصدق بالمبلغ، يبقى اما جيت تنزل منه جزء وتاخد جزء، او انك انت تتصدق بالكل، ويجب في حقك انك انت تدي له مبلغ اخر. واخد بالك؟ افرض مش عايز تتصدق بحاجه، عايز تاخد مال. طب خلاص، فناظرته الى ميسرة، تدي له مده اخرى. تقول له طيب خلاص بعد قد ايه تقدر تسدد؟ يقول لك بعد، اديني مهله 6 شهور كمان. 6 شهور كمان، يلا. فهمت ازاي؟ ادي وقالت اسماء، ستنا اسماء بنت ابي بكر، صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم في الكسوف، فقلت لعائشه ما شان الناس؟ فأومأت برأسها إلى السماء. طبعا بتكلمها وهي بتصلي. جت ستنا أسماء دخلت لقت الناس بيصلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم إمام بالناس، وكل الناس مستقفين، والنساء وراه بيصلوا، ومش وقت صلاة. فسألت ستنا عائشة اللي هي أختها وهي جوه الصلاة، ما شأن الناس؟ يعني ما شأن الناس يعني إيه تقصد؟ يعني الناس اللي بيصلوا. يبقى الناس ده لفظ عام يراد به الخصوص في الغالب يعني. ما شأن الناس؟ يعني الناس بيصلوا ايه الوقت؟ فأشارت، فأومأت برأسها إلى السماء. أومأت برأسها إلى السماء لأنها ما بتقدرش تتلفظ وهي بتصلي. فأشارت إلى السماء يعني كأنها بتبص للشمس يعني. فقلت، فأومأت برأسها إلى الشمس. فقلت آية؟ يعني كسوف؟ ما هو الكسوف ده آية من آيات الله في الشمس. فقلت آية؟ فأومأت برأسها
اي نعم، فهمت ازاي؟ كل دي الاشاره في الامور بتتم بيها في الان، وهي تصلي، ودل على ان الاشاره التي يقصد بها الاثنان في اثناء الصلاه لا تاخذ حكم الكلام فتبطل الصلاه. واضح؟ يبقى الاشاره في الصلاه وان افهمت لا تاخذ حكم الكلام الذي يبطل الصلاه. واضح؟ دي نقطه مهمه. يبقى فهمنا من الحديث جواز مخاطبة المصلي أثناء صلاته، وكمان جواز إجابة المصلي بالإشارة أثناء الصلاة دون أن يقطع صلاته. واضح؟ فأومأت برأسها وهي تصلي أي نعم أم نعم، في رواية أبي ذر أي نعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. تعرف في إيه؟ في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في سيدنا أبي بكر يؤم الناس، فالنبي وجد في نفسه نشاط، فلما تقدم النبي ووقف خلف أبي بكر، أبي بكر إيه كان لا يلتفت فصفق الناس عشان ينبهوا أبو بكر إن الرسول لا جواب. فسيدنا أبو بكر التفت فوجد النبي، فالنبي إيه أشار إليه أن مكانه. وقال ابن عباس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. ده في ايه؟ في الحج، في اعمال يوم النحر، كان يجي له يقول لك انا لم اشعر، حلقت قبل ان اذبح، والتاني يقول له ذبحت قبل ان احلق، والتاني يقول له رميت قبل ان احلق. اعمال يوم النحر الترتيب فيها يعني ليس ضروريا، تعمل اي ترتيب، ترمي الجمره الاول وبعدين تحلق وتذبح، او تذبح الاول وبعدين تحلق وبعدين ترمي، واخد بالك ازاي؟ أو تحلق الأول وبعدين ترمي وبعدين تذبح، أي ترتيب في الثلاث أعمال دول، لدرجة بعض العلماء قال لك كمان حتى طواف الإفاضة. كمان، ممكن تعمل طواف الإفاضة قبل الرمي، كمان، لأنه من أعمال يوم النحر. فبعض العلماء قالوا وده اللي ماشي عليه الفتوى دلوقتي في الحج بتاع اليومين دول. يعني في بعض كثير من الجمعيات الحجاج تاخد الناس من مزدلفة على الحرم على طول. يطوفوا طواف الإفاضة. وترجعهم على منى يرموا جامد في العقبه وبعدين يحلقوا ويلبسوا هدوم. فهمت ازاي؟ ده جائز ايضا على الكثير من مذاهب المسلمين خصوصا مع زحام الحج الكثير. يبقى ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ترتيب اعمال يوم النحر كل واحد يجي له يقول له ترتيب شك او ما بيدي لا حرج، يعني ما فيش مرض، يعني كده يقول له ماشي ماشي، اللي هي مشهوره بايه؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها وأشار إليها، في رواية أحد منكم، قالوا لا، قال فكل. أنت عارف أن صيد البر حرام للمحرم أن يأكل صيد البر. أبو قتادة ما كانش محرم وفي حمار وحش معدي والصحابة محرمين، فأبو قتادة اصطاد الحمار الوحشي وراح للصحابة عايز يأكلهم منه اللي هم محرمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله، قال حد فيكم أشار أعانه يعني على الصيد؟ أشار حتى قال له أهو عشان يصطاد، لأنه لو أشار كأنه اصطاد معاه أعانه يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله أحد منكم أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ قالوا لا، قال فكل. يبقى أنتوا كده ما اصطدتوش معاه، فكل. لكن لو واحد أشار إليها أو ساعده واداله القوس بتاعه مثلا ما ينفعش ياكل، ويبقى عمل إيه؟ ارتكب محظور وهو الصيد في الحقيقة وهو محرم. الخلاصة هو جايب لك بعض الأحاديث التي استعمل النبي فيها الإشارة واستعمل فيها الصحابة الإشارة في الإفهام. فهمت بقى ازاي؟ ادي المسألة. وعن ابي قال اي باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الامام البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المشهور بالمسندي، قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو اللي هو المشهور بالعقل، قال حدثنا ابراهيم اللي هو ابراهيم بن طهمان، وبعض الشراح قالوا ده ابراهيم
ابو اسحاق الفزاري مش ابن طامن اختلف، بس الراجع هو ابن طامن. عن خالد اللي هو خالد بن الحذاء. عن عكرمه اللي هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره، طاف طواف الافاضه صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وهو راكب الجمل بتاعه. فدل على جواز الطواف راكبا للقادر على المشي. لان النبي كان قادر على المشي وطاف راكبا. يبقى دل على جواز الطواف راكبا او محمولا مع القدره على المشي. كويس؟ طب وليه النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير؟ عشان الناس كلها تشوف؟ بدل ما يطوف على رجليه وزحمة الناس تغطي شخص النبي، يقوم الناس ما يشوفوش النبي يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فطاف على بعيره طواف الوداع في حجة طواف الإفاضة في حجة الوداع. قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه. يبقى الإشارة أهي بتستعمل حتى في العبادة، لأن يسن في الحجر أنك أنت تلمسه وتقبله وتسجد عليه. في الحجر الأسود ثلاث سنن، تلمسه بيدك اليمنى عشان بيشهد لك يوم القيامة، وبعدين تحط جبهتك عليه وتقبله، ثلاث سنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ أشار بيده ثم قبل ما أشار به. كويس؟ وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبر، يقول لك ايه؟ بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين إيه؟ يقبل ما أشار به، أشار بمحجن يقبل المحجن، المحجن كان النبي عنده كده عصاية إيه صغيرة كده يسموها المحجن. فأشار بها يقبلها، أشار بسواك يقبل السواك، أشار بإصبعه يقبل صباعه. فهمت إزاي؟ وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وهذه وعقد 90، يعني مثل حلقة، الحلقة دي يسموها 90. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم عند ستنا زينب، وبعدين ايه قام ظهر عليه اثر الفزع، شاف في الرؤيا ان بدأ سد يأجوج ومأجوج يفتح، يعني بدأت فتنة يأجوج ومأجوج من العصر النبوي. فهمت بقى ازاي؟ اللي احنا برضو ايه عايشين فيها. وعن ابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، وقال بيده ووضع مولته على بطن الوسطى والخنصر كده، يعني يقللها، يعني ساعة قليلة حاجة. يبقى برضه استعمل الإشارة في البيان صلى الله عليه وسلم، عشان كده جايب لك كل الأحاديث اللي هي إيه بتبين الإشارة كلها. ووضع مولته على بطن الوسطى والخنصر، على بطن الايه؟ الوسطى والخنصر. قلنا يزهدها، يعني بينها ساعة صغيرة يعني لحظة كده، والراجح ان هي وقت صلاة الجمعة. فيها طبعا مذاهب كتير، ساعة الإجابة يوم الجمعة أين هي؟ وقتها إيه؟ اختلفوا فيها خلاف كبير على مذاهب كتير. والراجح والذي أنا أميل إليه أن هي وقت صلاة الجمعة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في الخطبة الثانية في الجمعة تبقى خطبة دعاء. تستغرق الخطبة كلها الثانية في الدعاء. عشان إيه؟ تستغل هذه الساعة المجابة في الدعاء للأمة كلها والمسلمين جميعا. والحمد لله كل المسلمين يدعون الله في هذه الساعة، فده يدلك على أنها أمة ناجية وأمة مباركة. وبعض العلماء قالوا إيه بين العصر والمغرب، يوم الجمعة بين العصر والمغرب. بعض العلماء وكثير منهم قال لك آخر ساعة قبل غروب الشمس. لكن الله أعلم. والإنسان يوم الجمعة يعتبر يوم عبادة. بس اللي قالوا بعد صلاة العصر إيه عرضوهم، قالوا بس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يسأل الله وهو قائم يصلي
وبعد العصر ما فيش صلاة. يبقى مش معقول تبقى بعد العصر، مش كده برضه ما فيش بعد العصر صلاة. فردوا عليهم قالوا إيه؟ قالوا الذي يمكث في مصلاه ينتظر صلاة فهو في صلاة. يعني معناه يوم الجمعة خليك قاعد من العصر للمغرب في الجامع، أو صلي الجمعة في يوم الجمعة وخليك قاعد واخرج بعد المغرب. عشان تبقى جبت هذه الساعة على كثير من مزايا المسلمين يقينا. واحنا كده كنا واقفين عند هذه الحلقة. النهارده بقى هنبدأ في الجديد. قال وقال الأويسي. الأويسي ده شيخ الإمام البخاري. اللي هو عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جارية. عدا يعني اعتدى أو تعدى. فهمت إزاي؟ يبقى عدا جاي من العداوة يعني. يعني اعتدى على جارية يعني قتلها. قتل طفلة صغيرة عشان إيه؟ لابسة شوية إيه؟ صيغة من الفضة عشان يسرقها. فقتلها وخد إيه؟ الصيغة اللي هي لابسها حلية يعني. عدا يهودي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها. والأوضاح سموها أوضاح لأنها صيغة من فضة، وصيغة الفضة لما تبقى مجلية اللي هي بتلمع كده في الشمس واضحة يعني، فسموها أوضاح عشان. يبقى كان عليها حلي من فضة، فإيه لما شاف الجارية ماشية في الطريق اعتدى عليها هذا اليهودي قتلها وإيه وخد الاوضاح بتاعته ضربها بحجر يعني. فاخذ اوضاحا كانت عليها وردخ راسها. يبقى ردخ راسها يعني كسر راسها بحجر. فاتي بها فاتى بها اهلها. اهلها جابوها وهي لسه في النزع الاخير يعني لسه ما ماتتش في اخر لحظات حياتها. شالوها وودوها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي في آخر رمق، يعني في آخر إيه؟ أنفاسها. وقد أصمتت. الإنسان قبل ما يموت يجي له لحظة كده قبل روحه ما يعرفش يتكلم خالص. فهي وصلت للمرحلة دي، لكن ممكن يشير. لكن ما يعرفش يتكلم. وقد أصمتت. يعني انقطع نطقها لقرب أجلها. واضح؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتلك؟ أفلان؟ قال لها: من قتلك فلان؟ وقال لها اسم لغير الذي قتله. اسم ما كانش هو الرجل اللي قتله. فأشارت برأسها ألا عملت كده. كويس؟ قال فقال لرجل عن رجل آخر غير الذي قتلها. قال لها اسم واحد تاني. طب فلان؟ اسماء يهود بقى النبي عارفهم، مجرمين مسجلين خطر النبي عارفهم. فهمت ازاي؟ يعني النبي كان عارف مجرمين اليهود اللي في عصره. فهمت ازاي؟ ما هو تملي كده تلاقي في كل حي في ناس كده يقول لك ايه دول مسجلين خطر، اما يحصل فيه مشكله يروحوا جايبينهم قابضين عليهم يطلع واحد فيهم هو اللي عمل المشكله، خد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف المسجلين خطر من اليهود. فقال لها اسم واحد مش هو عملت له. قال لها اسم الثاني عملت له كده برضه، لا مش هو. اسمها اسم الثالث طلع هو فعملت له يبقى هو ده. فالنبي قبض عليه طلب انه يجيله امر. يعني معنى كده ان النبي اخذ الاشاره كقرينه يوجه بها الاتهام. يعني قرائن توجيه الاتهام اخذها النبي من الاشاره. يبقى الاشاره معتبره في امورها. فهمت ازاي؟ هو عشان كده جايبه. بس دي قرينه وليست ايه؟ وليست بينه. البينه الشهاده او الاعتراف، الاقرار. في فرق بين القرينه اللي يعني شبهه، بقيت محل شبهه. بس المتهم بريء حتى تثبت ادانته ايه؟ بالاقرار او الشبهه. فهمت بقى ازاي؟ فأشارت ألا فقال ففلان لقاتلها فأشارت
النعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، قتله بنفس قتله. بس هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله بمجرد القرينة؟ لا، ده النبي لما جابه واجهه فاعترض. يبقى الحديث في اختصار. الحديث ايه؟ في اختصار. النبي لم يقتل بالقرينة، يقتل بالبينة. فهمت بقى ازاي؟ فلما قبض عليه وجابه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه واجهه بالجريمة اعترف، فلما اعترف أمر بأن يقتل ايه؟ برضخ رأسه بالحجارة كما قتله هو، يعني قتله بنفس ايه؟ ما قتل به الجريمة قصاصا. واضح؟ الحنفية عندهم القتل في القصاص لا يكون إلا بالسيف. وبعد المذاهب الأخرى قال لك يجوز القتل بغير السيف بنفس طريقة إيه القتل التي قتل بها القاتل. يعني قاتل قتل بسم نديله السم واعترف عشان يعاني ما عناه الإيه؟ اللي قتل. قتل واحد بالكهرباء يكهربوه لما يموت. فهمت إزاي؟ قتل واحد بالضرب بعصا على راسي يجيبوا عصا ويدوله على راسه لحد ما يموت وهكذا. لكن عند الامام ابو حنيفه يقول ايه؟ ان الحد عند اقامه حد القتل يقتل بالسيف مهما تعددت طرق القتل. ده في مذهب مين؟ الاحناف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتله. فهمت بقى؟ اذا قتلتم ايه؟ فاحسنوا القتله. ده راي الاحناف. ما انا بقول لك في مذاهب يقول لك يموت بنفس الطريقه التي قتل بها. في مذاهب بقى، مذاهب عند المسلم. واحد موت واحد حرقه بالنار، هل يجوز احرقه لما تثبت القضيه انه فعلا قتله حرقا؟ في مذاهب المسلمين يقول لك كده، يقتل كما قتل. فهمت ازاي؟ دي في مذاهب. ومذهب الاحناف قال لك لا، يقتل ايه؟ بالسيف، لان القتل بالسيف يسرع بإزهاق الروح دون تعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. مش الحديث كده؟ فنحن خلوا الحديث ده مطلوب. لكن المذاهب الثانية قال ولكم في القصاص حياة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. فهمت بقى إزاي؟ يعني مذاهب المسلمين. الدين واسع يسع كل هذه الآراء. فهمت؟ يبقى الشافعية والمالكية قالوا يقتل القاتل بما قتل. واضح؟ يقتل القاتل بما قتل، بنفس طريقة ما قتل يقتل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. واضح؟ طيب والأحناف قالوا لا، إحنا ناخد بحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. بالك إزاي؟ فقيدوه. وبالتالي قالوا إيه؟ لا يقتل إلا بالسيف. حديثا شنقا، يعني في مصر بيتم القصاص ايه؟ بطريقه واحده، الشنق وخلاص. قتل بسيف، قتل بسكينه، قتل بسم، قتل بنار، رماه من شاهق، عمل فيه اللي ما يعمل، هيتقتل ايه؟ شنقا. القضاء المصري اخذ بهذه الطريقه. واخد بالك؟ خلاص يبقى ايه؟ دي مسؤوليه الحاكم، له ان يختار. يبقى الدين واسع. الدين يسع كل هذا. فهمت بقى المساله؟ وعن أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار. سفيان هنا وسفيان الثوري، لأن قبيصة ده كوفي وسفيان الثوري كان في الكوفة. ما تقولش بقى ابن عيينة، ابن عيينة كان معاصرا له لكن كان في الحجاز في مكة. يبقى ما يبقى شيخ كوفي بيقول عن سفيان يبقى سفيان الثوري، ما تقولش سفيان ابن عيينة. فهمت بقى؟ حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الفتنة من ها هنا، وأشار إلى المشرق. يبقى استعمل الإشارة في البيان أهو برضه. كل الأحاديث اللي جايبها الإمام البخاري إيه؟ الأحاديث اللي فيها نوع من الإشارة في البيان عشان يستدل منها أن الإشارة أن الطلاق بالإشارة يقع. فهمت بقى؟ فعايز يقول لك ان الاشاره معتبره في الشرع الشريف.
لأن الإشارة إذا أفهمت تأخذ حكم الكلام. فهمت بقى فقه الإمام الشافعي الإمام البخاري؟ يقول الفتنة منها هنا، ها هنا، ها ده اسمه حرف تنبيه، ها ده تنبيه، هنا ده ظرف مكان. فهمت بقى ازاي؟ يبقى من ها يقول لك ها تقوم تبص، هنا تقوم تنتبه، تعرف الجهة. فيسموها ها الأولانية دي ايه؟ حرف تنبيه، بينبهك عشان تلتفت للإشارة. واضح؟ وأشار إلى المشرق، جهة نجد يعني، لأن جهة نجد ووراء نجد ايه؟ تلاقي إيران، واخد بالك ازاي؟ كل ده كان جهة الشرق بالنسبة للنبي في عصره، وهتلاقي إيران فيها الفرس، وهيخرج الدجال من جهة إيران أول ما يظهر، هيخرج من جهة إيران، وأول من يناصره 100,000 من يهود أصفهان، من اليهود الإيرانيين هم اللي هينصروا الدجال، أول من يناصره يبقى دي فتن. وخرج برضه من جهة الشرق مسيلمة الكذاب، واخد بالك ازاي؟ كل ده خرج من جهة الشرق. وخرج القرامطة اللي سرقوا الحجر الأسود 24 سنة من جهة الشرق أيضا، يبقى الفتنة دي تيجي من جهة إيه؟ الشرق. فالنبي أشار، ودي برضه إيه؟ نبوءة نبوية أثبتت الوقائع التي حدثت بعد وفاة النبي صدقها. فعشان كده يقول لك دي من علامات النبوة، إنه يخبر بشيء ويجي الأزمنة تتكرر وكل فتنة تجي لها من جهة إيه؟ الشرق. الشرق. والعراق لما هجمت على الكويت، واخد بالك، الكويت جهة الشرق برضه. فكان سبب مسوغ لوجود إيه؟ الجيوش الأمريكية في جزيرة العرب تضرب جيوش عربية. هم اللي أغروا صدام إن يعمل ياخد الكويت عشان يجدوا مسوغ يضربوا المنطقة كلها، مسوغات سياسية خبيثة. لقم يعني. فهمت إزاي؟ وبعدين أهو شفت أنت عملوا إيه في العراق دلوقتي؟ ربنا ينجينا وينجيهم. وبعد كده نفس الحكاية، إيران قاعدة بتعمل إيه؟ المخطط الصفوي المعروف، واخد بالك، عايز يفرق الأمة وعايز يرجع تاني ايه الفرس مرة أخرى، واخد بالك، المخطط الصفوي الكبير اللي هم بعد كده بيسلحوا الحوثيين تحت في اليمن، وبيسلحوا حزب الله عند سوريا، يعني كل الحق كله جاي لنا من جهة ايه؟ من كل الفتن جاي لنا من جهة الشرق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثا ظهرت برضه ايه؟ الدعوه الوهابيه اللي هي كفرت المسلمين. واخد بالك ازاي؟ وادعت ان كل المسلمين وقعوا في الشرك، ومحمد بن عبد الوهاب جاء خرجهم من الشرك بعد ما دخلوا فيه. مش هم بيدعوا هذا؟ وفتح جزيره العرب كانها كانت مكفار. كل دي اوهام عندهم. فجاءت برضه من قبل نجد، من قبل الرياض والقصيم وبريده، الحتة دي كلها في جهة الشرق. فهمت بقى ازاي؟ وهي اللي أنبتت بعد كده داعش. فهمت؟ والفرق التكفيرية كلها اللي هي قاعدة تقتل في المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله، وكأن الجهاد في سبيل الله صار هو قتل المسلم. يعني عكسوا الآيات. كل ده جالنا منين؟ من جهة المشرق. فهمت؟ فصدق رسول الله بالفعل. عشان تعرف إن كل ما تقرأ الحاجات دي وتشوف الواقع تزداد إيمان. مش تهتز ثقتك بالله، ده انت بتزداد ايمان انك انت على الحق، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يخبر بالوقائع صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي كان قاضيا، عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي. كانوا في سفر في رمضان، يبدو انه كان في سفر فتح مكه، لان فتح مكه تم في رمضان. كويس؟ انت عارف لما تغرب الشمس حتى لو لسه في نهار يعني نور، البني ادم بيفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الشمس
ايه خلاص هتختفي حاجب الشمس، هيختفي في الافق يعني خلاص هتغرب. قال لرجل اللي هو سيدنا بلال يعني انزل فاجدح لي. اجدح لي يعني ايه؟ عارف انت السويق ده عباره عن شعير مجفف زي خبز جاف كده، خد بالك؟ نسميه احنا دلوقتي نقول عليه بقسماط، نسميه بقسماط مثلا، ده اسمه السويق ايام صلى الله عليه وسلم. وعندك انت الجماعه الصعيد يعملوا حاجه اسمها الفايش او زي السويق، هو ده السويق، واخد بالك ازاي؟ فده بيحطوه في يسقوه في ميه مع لبن يطرى يقوم ياكل. فقال له انزل فاجدح لي، يعني حط السويق ده في الميه وحط على الميه لبن وحركه عشان ايه؟ نفطر بيه. فهمت ازاي؟ ادي معنى اجدح لي، يعني بل السويق في الماء واضف عليه اللبن وحركه. ادي معنى ايه؟ اجدح لي. يعني حضر لنا الفطار. لانه يقول سيدنا بلال ايه؟ حضر الفطار. فلما غربت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله لو امسيت، مش تستنى اما الدنيا تظلم. هي الشمس غربت بس لسه في، انت عارف الشفق الابيض بيبقى موجود. سيدنا بلال متصور ان احنا نفطر لما الدنيا تظلم. فبيقول له يا رسول الله يعني لو امسيت نستنى شويه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزل فاجدح لي. فهمت؟ انزل فاجدح. قال يا رسول الله لو امسيت مش نستنى شويه؟ مصمم برضه على رايه. فهمت؟ إن عليك نهارا، الدنيا لسه نهار، هفطر إزاي والدنيا نهار؟ فاهم؟ مش ربنا بيقول وأتموا الصيام إلى الليل. فسيدنا بلال فاهم الليل هنا يعني الظلمة. والنبي عايز يفهمه إن الليل هنا يعني غروب الشمس. فهمت بقى؟ حصل لبس في الفهم. إن عليك نهارا. ثم قال انزل فاجدح لي. فانا شفت النبي طولت باله. لو واحد فينا كان قال لي ايه؟ كان يقول لي ادبه بقى. ها؟ يقول له مثلا يا تلم يا غلس يا اي حاجه بقى، لازم يقول له حاجه كده، لازم يقول له يا غتت يا اي حاجه، واخد بالك؟ او بطل رماده اي بقى، لكن شوف ادب النبي، جمال النبي يعني، شوف جمال النبي ازاي كان يعيش مع الناس. وكان يخاطب الناس اللي بياكلهم، وكان صبره ما ينفدش. وما كانش ايه بذيء صلى الله عليه وسلم. ثم قال انزل فاجدح، فنزل فجدح له في الثالثة. ثالث مرة، مش من أول مرة. مماطل، ويماطل ليه؟ لأن هو فاهم إن إيه أتم السماء إلى الليل، يعني الظلمة. فاهم؟ فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومأ بيده، وبعدين عايز يعلمه بقى عشان ما يعملش كده تاني. ثم أومأ بيده إلى المشرق. أو ما بيده إلى المشرق يعني أشار، جاب الحديث عشان إيه؟ الإشارة بقى. ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل أي ظلامه قد أقبل، لأن خد بالك الشمس لما بتغرب بتغرب في الغروب، ويبقى فوق الغروب في الشفق الأبيض، وبعدين الشفق الأحمر، وبعدين الليل، يبقى الليل جاي لها من إيه؟ من المشرق. فاهم؟ الشمس غربت لكن الظلمة جاية من المشرق. على ما تغطي الشفق الأبيض والشفق الأحمر. في شفق أحمر الأول. مش كده برضه؟ وبعدين شفق أبيض بعدين. يعني الشمس بيبقى حواليها هالة حمراء يسموه الشفق الأحمر. وبعد الهالة الحمراء في ثانية هالة واسعة بيضاء يسموه الشفق الأبيض. والليل يقبل من جهة المشرق لحد ما يغطي السماء كلها. مش ده اللي بيحصل؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا، يعني بعد الشفق الأبيض، فقد أفطر الصائم. يبقى ما تستناش لما الليل يغطي، أنت مجرد إن لقيت الليل جاي في أقصى المشرق والشمس غربت يبقى خلاص افطر، حتى ولو في لسه بقية ضوء. فهمت إزاي؟ يبقى برضه النبي استعمل الإشارة في الإفهام. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي شيخ الإمام،
قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان، سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي، عن ابي عثمان اللي هو عبد الرحمن بن مل النهدي. يا ابي عثمان ده اللي هو ايه؟ عبد الرحمن بن مل المهدي. انا عايزك تعتاد اسماء رجال البخاري، لازم تتعود عليهم كده زي ما انت متعود على اسماء الفريق القومي بتاع الكوره، مش عارف ازعلهم عليهم. دول اولى، دول اولى اسمائهم، دول اولى تبقى عارفهم، مش غريبه على ودنك. فهمت؟ لان هم دول اللي انفاسهم حملت انفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فشرفوا بذلك. وبعدين اللي روى ليهم البخاري دول اعلام الامه. البخاري كان يدقق، مش يروي من اي واحد، ده كان ينقي الاعلام الكبار هو اللي يروي عنه. فهمت بقى ازاي؟ مش يروي عن اي حد وخلاص، لا، ده يقول لك من روى له البخاري فقد اجتاز القنطره، يعني عدى خلاص. فهمت؟ فلازم تتعود على اسماء رجال البخاري، تتعود على اسمائهم. عن ابي عثمان اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن مل النهدي. عن عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، خادم نعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان حامل النعل، كان لما النبي يقعد يشيل نعل النبي على حفه. فهمت ازاي؟ ويشيل الحاجات الخاصه بالنبي معاه، عشان ايه؟ يعني النبي شايل حاجه وهيقعد، يروح ايه؟ واخد نعل النبي حطه، واخد اي حاجه النبي شايلها، المحجن، العصا اللي بيمسكها، اذا كان معاه مثلا زجاج الطيب، اي حاجه يروح شايلها، لحد ما النبي يقوم يبدا الوالد ماشي وراه شايل له حاجه. ده كان ايه؟ شغل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يشيل معاه الميضاءه بتاعت النبي لما يكونوا مسافرين، النبي كان ياخد معاه ايه؟ حاجه زي زمزميه كده يحط فيها الميه اللي هيتوضا بيها في السفر. فكان برضه يشيلها مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احدا منكم نداء بلال، او قال اذانه من سحوره. في رمضان كان سيدنا رسول الله يخلي في اذانين للفجر بصوتين مختلفين. كويس؟ اذان لسيدنا بلال ده في الفجر الكاذب، مش اللي هو وقت بقى الصلاه، ما هو في فجر كاذب وفي فجر صادق. الفجر الكاذب اللي هو بيكون قبل الفجر الصادق بحوالي 40 دقيقة كده. كويس؟ بتتفاوت من السنة للسنة. يعني بتتفاوت من ساعة لحد نص ساعة. على حسب فصول السنة. بتعرف الفجر الكاذب ازاي؟ إن يجي لك ضوء كده عمودي في السماء ويختفي. لأن الشمس وهي طالعة من أسفل الأفق بتدي شعاع. الشعاع ده يروح ايه؟ عامل انعكاس عمودي على الافق قبل الفجر بساعه. الانعكاس اللي عمودي على الافق ده يسموه الفجر الكاذب، مش هو ده وقت الصلاه. فهمت ازاي؟ فيقوم سيدنا بلال ياذن في الوقت ده. يقوم ايه؟ القايم طول الليل يصلي، ينام له شويه يستريح عشان يجي صلاه الفجر يبقى نشيط، واللي كان نايم يقوم ويلحق يتصحى. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لا يمنعن احدا منكم نداء بلال او قال اذانه من سحور. يعني ما تسمعوا بلال بيأذن وانت بتاكل، كمل سحور، ما تقلقش، لان لسه مش ايه؟ ما دخلش وقت الصوم. اللي احنا حطينا مكانه دلوقتي في اذاعه القران الكريم ايه؟ مدفع الامساك. فهم؟ في اذاعه القران الكريم مش بيقول لك مدفع الامساك؟ يعني استعد. إذا كنت بتاكل بسرعة شوية، عايز تاكل الدواء بتاعك خده، عايز تشرب شاي وأنت قوي الشاي زي صعيدي في مصر لازم يحبس بالشاي، يلحق يشرب الشاي أول ما يسمع إيه؟ أذان الإمساك اللي هو إيه؟ مدفع الإمساك، ويبتدي التواشيح. فهمت إزاي؟ إحنا المصريين حلوا محل أذان بلال إيه؟ مدفع الإمساك والتواشيح. يقعد بقى يوشح ويقول تواشيح حلوة كده عشان الناس تتسلى وتسمع كده وتصحى، واخد بالك؟ لحد ما يجي وقت الفجر الصادق ولا الصلاة والسلام عليه، يعني خلاص بقى ما تبلعش حاجة، ويقول الله أكبر الله أكبر، دخل الوقت، بدأنا الصيام. فهم؟ كان سيدنا رسول الله قبل ما يعملوا إذاعة القرآن الكريم دي ما كانش لسه اتعملت أيام النبي، وكانت المدينة صغيرة، وكانت الناس كلها عارفة صوت بلال. فهمت إزاي؟ ما كانش في تعدد المساجد ولا تعدد الأذانات، فمش هتلخبط الناس.
فاهم؟ عشان كده الرسول قال بلال هو ده بتاع الايه؟ بتاع اذان واذان السحور عشان تستحضر. وابن ام مكتوم، عبد الله بن ام مكتوم اذانه هو اذان الايه؟ الامتناع عن الاكل وبدء الصوم وتستعد للصلاه بقى. فاهم؟ لما كثرت المساجد، مش معقول بقى في مصر فيها على الاقل 1500 مسجد في القاهره بس لوحدها، في 1500 صوت، يبقى انت مش هتعرف ده اذان اللي بيمنع ولا الاذان اللي بيصلي، فما ينفعش نعمل اذانين، هنلخبط الناس. لكن شوف بقى المصريين الفقهاء قالوا احنا نحل محله تواشيح، يطلع كده يقول لك شويه تواشيح وصلوات على النبي في المئذنه، يقوم البني ادم يسمع يعرف ان لسه الفجر ما اداش، يقوم اذا كان عايز يصوم يتسحر، اذا كان ما صلاش الوتر يوتر. فهمت ازاي؟ يبقى ايه حياه كده مريحه. إنما ينادي أو قال يؤذن ليرجع قائمكم. يبقى إيه الفايدة نداء بلال إيه؟ إن اللي كان بيصلي قايم يريح شوية. كويس؟ وليس أن يقول كأنه يعني الصبح أو الفجر. وما يقولش إن الفجر طلع. ما يقولش لما يسمع نداء بلال إن الفجر طلع. وأظهر يزيد يديه ثم مدها احداهما من الاخرى. يعني اظهر يديه وقال كده، يعني اذان الفجر مستعرض كده، النور يجي بالعرض مش بالطول. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما الى تراقيهما. يعني كان عليه درع من حديد. كويس؟ فاما المنفق الكريم اللي بينفق فلا ينفق شيئا الا مادت على جلده حتى تجن بنانه. تقوم المنفق لانه سخي، الجبه الحديد دي تتسع معاه وتبقى سهل يمد ايده يطلع النفق. والبخيل تضيق حلقاتها حلقاتها لدرجه مش قادر يطلع ايده. ما رضاش ينفق. فهمت ازاي؟ ربنا ينجيك. فاما المنفق فلا ينفق شيئا الا مادت على جلده حتى تجن بنانه، يعني تستر بنانه من شده ان هي بقت ايه سهله طويله وافيه يعني. وتعفو اثره. واما البخيل فلا يريد ينفق الا لزمت كل حلقه موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع، ويشير باصبعه الى حلقه، يوسعها فلا تتسع. النبي بيشير هنا جاب برضو الحديث عشان الإشارة إلى حلقي فتلتسع. ونقف عند هذا الحد ونقف على باب اللعان إن شاء الله يوم السبت القادم وغدا منازل السائرين بعد العشاء. جزاكم الله خير.